ماذا بعد يعني؟ إذا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات، وإذا أمريكا ستفرض عقوبات على النظام السوري لأنه استلم هذه البضاعة من البترول مليونين برميل، 137 مليون دولار تقريبا. جرائم الحوثي في اليمن، تجنيد الأطفال. لم يسلم أطفال اليمن من إرهاب ميليشيات الحوثي، فمنذ اندلعت الحرب التي أشعلتها الميليشيات في 2014. يعني هذه موجودة، وبعدين وراء ما خرج طبعا وراها جاء حزب الله تدرون بال 79 وصارت المعركة، بحيث القرار اللبناني صار بين حزب الله